شوف هذاك هذا قاعد يحاول يعب. لا 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 الله. صباح الخير. يلا حيهم جميعا، هلا وغلا ومرحبا، نورت المكان. انا احمد الشمري، صانع محتوى ورحاله من السعوديه، مسافر على مدار ال 24 ساعه بشعار كن على ثقه بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. الله العظيم يا الحماس مليون، الله لا يوريكم. شوف اذا جيتوا جزيره بالي وما جيتوا نوسة بنيدة، والله انا بالنسبه لي اعتب انكم انتم ما دخلتوا جزيره بالي. الشواطئ الزرقاء، المناظر من فوق، والله العظيم عالم ثاني. وعشان كذا الاصدقاء اللي قاعد يترحلون معي اليوم، باذن الله راح نستكشف نوسة بنيدة، ولكن ترى الوقت مره ضيق، راح انام ليله هنا ومن بكره لازم ارجع جزيره بالي. فنبي نحاول انه احنا باذن الله نغطي اكثر الاماكن، يعني باختصار بيكون مرجع للناس اللي ودهم يسوون الاشياء اللي انا اسويها، وبرضه بنفس الوقت خلينا احنا ننبسط ونستكشف مع بعض ونشوف الدنيا كيف. قبل ما نروح نستكشف خلوني اعلمكم على المكان اللي انا نزلت فيه، كلفني 42 ريال. بوريكم المنظر بس دقيقة، خلونا ناخذ فرع على الغرفة عشان تعرفون 42 ريال وش تجيب لكم نوسة بنيدة. هنا السكن مختلف، في سكن مناسب للناس اللي مثلي يسافرون بميزانية محدودة، وفي سكن بالميات وانت طالع، كل ما تدفع زيادة تدلع نفسك اكثر. هذا المكان سخان شاي. هذا هو المكان، جميل بسيط متواضع، اهم شيء انه في مكيف ودورة مياه وانتو بكرامة. بس مو هنا الكلام، الكلام على المنظر. مستعدين تشوفوا المنظر؟ شوفوا المنظر. لحظة لحظة، ما جاكم تساؤل كيف وصلت لهنا؟ يا امبوغي. احلى شيء بالهاربر هنا انه في مطاعم تقدر تاكل وتعين من الله خير قبل رحلتك لنوسة بنيدة. القارب بيروح وانا قاعد اكل بيض. يودا ابو طان دي جت اجي يا. اوكي ثانك يو. والله المكان هنا فخم، مره ما توقعت المينا هذا فخم كذا. شوفوا بالله، شوفوا ما شاء الله كيف، والله مضبطينه. والله العظيم المكان بطل بطل من الاخر، مره ما توقعت. انا متعود انه يكون المرفأ يعني ناس تناطح فيك، ناس تسحب شعرك تسحب اذنك ويركبونك كذا يشيلونك يرمونك في القارب. انصدمت والله، الوضع مرتب والانترنت ببلاش بدون باسورد ومكيفات، والمنظر لحاله حكاية. قبل ما تبدأ القوارب تمشي زحمة وحر، الله لا يوريكم، ولكن لا تخلي الموضوع يفقدك اللذة، راح تستمتع إن شاء الله في الرحلة. وصلنا نوسة بنيدة، والله العظيم الحماس مليون. جزيرة جديدة ومكان جديد ونستكشفه مع بعض. بسم الله نبدأ. لحظة قبل ما نبدأ شوفوا صفاوة الموية، الله يستر شكله قدامي راح يبدون يتخمطونه. بنحاول نشوف لنا دباب نأجره عشان ناخذ راحتنا بالجزيرة كاملة. ها خلاص دن دن اوكي يا خلاص، خليته منها الموتور بايك مصديقتنا هذه دباب طايرين وياكم. اللي خلاني اختارها لانها مره محترمه، قالت لي تبي تأجر دباب؟ انا سكت ما اتجاهلت، بعدين قالت ممكن تأجر دباب مني، قلت والله لا أجر منك دباب على طول. هلا ناو وذ هير، كلهم يأشرون لي كذا دبابات. هنا مره معروف ترى الموضوع، كل السياح اللي يجون يدخلون الجزيره يأجرون دبابات. خذينا الان ماكس 155 سي سي، كل ما كان دباب اكبر كان اريح بالسواقه. طبعا اعطوني اياه ب 200 الف روبيه. الاشكاليه وين؟ انه ما هم نظام بالي، بالي يأجرون لك الدباب 24 ساعه، يعني تاخذ الساعه 11 ترجع الساعه 11 اليوم الثاني. هنا نظامهم لا، ما لهم دخل فيك، تاخذ يوم كامل. فاضطريت اني ادفع حق يومين لانه انا ابغى ارجع بكره بعد الظهر. بسم الله، مستعدين؟ يلا مشينا.
يا اخي غريب لما تيجي بين الاشجار براد. النيه كانت شواطئ يا ناس، قاعد ادخل في غابات انا. شوفوا ما شاء الله، والله العظيم الطريق الحالي ممتع، الطريق هذا تحسه مقطع ثاني، بس تقعد تمشي وتناظر بس. شوفوا ما شاء الله، والله ممتع والله. اوكي مو ممتع، اوكي اوكي وقفت بوريكم شغله. شوفوا يمين ما شاء الله، شوفوا المناظر بالله. ما ادري اذا تسمعوني كويس ولا لا، الهواء مره قوي، ولكن وصلنا للنقطه الاولى بروكن بيتش. يا الله يا الجمال يا ناس، والله العظيم المويه كريستال والمنظر لحاله عالم ثاني يا اخي. سبحان الله، الاف السنين الموج يضرب هنا الين ما نحت المكان هذا كامل. تقريبا دقيقتين من بروكن بيتش في هذا المكان، هذا كنت ناوي اني انا اسبح هنا هذا المكان، ولكن ترى خطير، انتبهوا. تقدرون تسبحون في الجزر، لما يجي المد لا تفكر انك تنزل لانه صارت هنا مشاكل كثيرة، يصير المد يضرب الناس، يدفهم يضربهم بالحجر اللي تحت في الاطراف هذه. شوفوا معي، احنا كنا واقفين هناك، كمل طريقك، شوفوا الجمال هذا. بالله وش رايكم؟ خلونا ندور اسماك القرش ان شاء الله نحصلها. اسف اسماك الشيطان، ان شاء الله نحصلهم. يا ناس لقيتهم، هذه هين قاعد يسبحون تحت، هذه أسماك الشيطان موجودة تحت. والله ما توقعت، تخيلوا من صفاوة الموية تقدرون تشوفونهم من هنا وانت فوق، بس ما يحتاج حتى تنزل. قاعد ألاحقهم مليون بالدرون، حصلت خمسة وحصلت سلحفات، بعدين خذيت الدرون وصلته إلى آخر شيء هناك عند الجرف اللي هناك. الله العظيم المنظر، كيف الأمواج كذا تجي وتضرب بالصخر نفسه يا أخي. سبحان الله، والله يا ناس المنظر أنا ترى منصدم، والله أنا أدري إنه نوسة بنيدة حلوة، ولكن لما شفتها بعيوني والله تفرق على الحقيقة. يا اخي صدقني تحتاج المنظر هذا قدامك. قاعد اتخيل كذا الصباح، كوب شاي وجالس هنا والطبيعه هذه قدامي، والله لازم كذا تحس براحه نفسيه. للاسف الشديد ما لحقنا على اشياء كثير نشوفها اليوم، لان انا جيت اساسا بعد الظهر، وعلى ما انتظرت السياح يطلعون عشان احافظ على المنظر العام للمقطع، ما ابي انزل يعني انت عارفين الاوروبيين. تجيني بعض الاسئله مرات انه احمد هل لازم يكون معي مبالغ عشان اقدر اسافر؟ شوفوا يا حلوين، خلونا نغير الستايل القديم انه لازم يكون معك مبالغ كبيرة عشان تسافر، او انه محكور على الاغنياء بس، او انه لازم اخذ قروض عشان اسافر. لا والله الموضوع ترى ما هو كذا، يعني المكان اللي قدامكم بحدود 40 ريال، وقدام المنظر والطبيعة الشيء الجميل هذا، تقدر انت تجمع من راتبك وتسافر سفرة اقتصادية حلوة، تروح تشوف الدنيا. صباح الخير. ما ليش الوجه مفقع نوم، بس صباح جميل بإذن الله. تعالوا الحين أوريكم ليش نوسة بنيدة صارت من أشهر المناطق بسبب مكان واحد بس. هذا هو أشهر مكان. كلينكينج بيتش وصلنا له يا ناس. هذا السبب خلى نوسة بنيدة مرة مشهورة، معروفة باسمين كلينكينج بيتش وتيركس، لأنه لو تشوفون كأنه يشبه الديناصور. نبي ننزل تحت الحين، أنا مرة متحمس، بس اسمعوا ترى النزلة تحت تاخذ منك تقريبا نص ساعة نزول ونص ساعة طلوع، وترى الدرج مرة كبير، يعني النزول حاد لتحت، فإذا أنت ما تقدر ما أنصحك تنزل آخر شيء تحت، ولكن المكافأة أسطورية، راح تكافئ نفسك بأفضل شاطئ ممكن تشوفه في حياتك، والرمل تحت مرة ناعم، ولكن تعرفوني لازم أنزلكم تحت. مشينا. قبل ما أنزل شوفوا كيف الموية، شوفوا كيف الرمل تحت. راح أمشي أنا وياكم وننزل مع بعض، منها تأخذون فكرة كيف الطريق، هل تقدرون عليه ولا لا. شوفوا النزول كيف صاير كذا، فالطلوع الله يعينكم. يا الله يا الله. مع أنه والله ترى ركبتي توجعني، ولكن يستحق أنك تنزل آخر شيء. ألو good morning.
Good morning. Where are you from? From Saudi Arabia. Wa alaykum salam wa rahmatullah. You want going down? Yeah, I want to go down. Be careful. It's okay, no problem. You strong? Yes, I'm strong. I can fly. شوفوا بالله طبعا اوكي الشكل من هنا يخرع النزله واضح اني بينها دحيله بس بالله عليكم شوفوا والله يستاهل انك تنزل بعدين تكافئ نفسك كذا تحت يا الله يا الله يا ناس يا زين الحياه والله الحماس مليون يا ساتر اوكي اسمع شكله غيرت راي يلا وبس وصلنا لنهايه المقطع يعطيكم بالله عليكم تستمتعون معي اوه شوف الناس تحت ممكن تسألوني وش السبب اللي خلاني أجي الصباح لأنه أنا كنت ناوي أنزل أسبح تحت المشكلة المكان هذا كثير من السياح ينزلون تحت وما يكونون محتشمات فأبغى أخذ راحتي أنا وياكم نسبح تحت عشان كذا جيت الصباح يا الله حتى وانت تنزل يا أخي تناظر المنظر كذا تنفتح نفسك يا ساتر يا الله يا أنا معلش أحسن والله أني أخاك بزيادة بس تمشي من هذا الطريق بعدين ترجع تنزل تكمل لين توصل يا لا ما شو لا 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 والله معليش اسمع بعدين اشرح لكم انا ابي انزل اسبح اوه والله هنا النزله قشره طبعا لما توصل المرحله هذه خلاص انت مخير بين اثنين يا تنزل يا تنزل او قاعد تصيح هنا لين ما يجون يطلعونك ريلي يا حليل يقولوا لي انتبه في قرود تحت وحاولوا ياخذون شنطه هذه اقول لو يروح المقطع كله وانا لاحق قرود سارقين الدرون حقي بعدين وش ذا وش ذا القرد اللي نازل هنا يا اخوي قالوا عيد ترك الاماكن كلها جاي نازل عندي هنا يوم جيت بصور لحالي اوف يا ساتر شوف النزله كيف اي والله ذاك القرد اي والله اني شفته اسوء ما عندي اكل انا في شنطتي قال لي ليكم مع يد ليكم حاط موز انا في الشنطه اوكي هذا صغير هذا لو ارنعه كذا بيموت عادي هو. بس خلينا نشوف امه وين هو الخوف من امه مو هو الخوف من هذا يا ناس يا ساتر النزله والله قويه دقيقه اسمع دقيقه دقيقه ورد ابد ابد عموما انا ما احب اقابلهم هنا هنا هم اسرع مني في الشاطئ يمدين المحاشن وياهم اوف والله نزل قشره هنا يا ساتر وش هنقز يا بسوي مش اسف على القبائل اللي بتشوفون الحين بس عاد انتم سلكوا الموضوع قبل ما يجي هذا يعض اذني لا 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 اسف اسف لا شكلك يا شكلك بغي يعض اذني الحيوان قسما بالله بغي يعض يدي ابعد عن ابو شكلك ابعد غبي قسما بالله انه غبي يقهر ما ادري هو يبي يلعب ولا بيعضني ابي بيحتاج اصبعي يعني عشان اقدر اضغط ريكورد اوه شوف المكان يا ربي والله النزله قشره شوفون الى الان عشان ما تحسبوني ابالغ شوفوا الحين انا قاعد احاول انزل كذا النزله خلاص بس عشان تاخذون فكره واهم شيء لا تجي بنعال الله يرحم والدينك نظام زبيريات ولا سليبرز ما ينفع لازم لك جزمه والله وانت بكرامه طبعا Did he try to bait? I don't know how to go down شوف هذاك هذاك قاعد يحاول يعض شوفونه والله والنكبة هذا ذاك يحاول يعض شوفوا لا اله الا الله لا 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 اله الا الله I need to go fast then Woo! Yo you need to go fast man. just run for your life Be careful. Yeah, yeah. Yeah, come on, man. You dude, we are struggling. هذا أقشر والله. هذا أهم شيء القرود لا تنظرون لعيونهم وانزلوا بسرعة عشان ما. Woo. اسمعوا أنا بنزل تحت وأنتم رجعوا بنتكم. Yeah, it's good. It's good. Yeah, yeah nice dude. Enjoy your day. يا ناس ايش ذا المكان؟ حلو مهما عانيت صدقني المكافأة حلوة تحت فجأة له وش رايح سفر يلا يا ناس قسما بالله القرود كثير ابدا انا مشكلة لازم امسك الخشب ولما اكون قريب منهم يحاولون يعضون يدي وبطيح والله اني بطيح ايش فيهم كثير هنا يمكن انه ما في سياح للحين ها بغى يعض يدي زق هبقسك والله والله هبقسك هدوا حيل القرود والله العظيم وش قاعد انزل حياكم الله من قاع كلينكي بيتش هذا المكان تكافئ نفسك فيه بعد نزول اقشر بعد نزول قرود اللي استفدناه من التجربه هذه انه اذا جيتوا بدري القرود للحين موجوده لا تنجون بدري انا عشان ما ابي اطلع ناس ما هم محتشمين
انتم ما تحتاجون، تعالوا اسمحوا بس. هذا هو كلينكي بيتش. الحين بتجيكم غطسة قريبة. قسما بالله يا في ناس فوق قاموا يصرخون، رجال وحرمة. الله يستر عليهم، شكل القرود عضوهم والله. الله يستر عليهم يا أخي، والله العظيم القرود هنا مشكلة. هي المشكلة وش هو؟ القرود الكبار أمورهم طيبة، متعودين الظاهر على السياح الصغار يا رجال. طالع له نابين هنا ويلاحقني بيعضعض يدي يا أخوي، فكني مشرق. ترى الموج مرة قوي والله، نبهه مرة قوي، يجي فجأة كذا يضربك ويأخذك معاه، مرة قوي بس إنه ممتع والله. تدرون وش المشكلة؟ انه جو كثير من الاوروبيين هناك وماني قادر اروح اصور الجهة الثانية، انا حشرت هنا. شوفوا لك، شوفوا شوفوا شوفوا. والله العظيم مكان اسطوري. خلونا نتفق اتفاق، اذا ما طلع كذا من جيبك اعرف انك ما سبحت. والله نصيحة، اذا عندكم الوقت وعندكم الاستطاعة انكم تنزلون تحت انزلوا، لانه من امتع الاشياء اللي سويتها السباحة هنا عالم ثاني. والله اكشن، حماس، الموج يوديك ويرجعك، يوديك ويرجعك. في اللحظات هذه تتمنى في اوبر هنا ياخذك كذا ويحقرك يوديك هون. يا شو قاعد تسلق، مو ما قاعد اطلع درج. يلا نشوفكم فوق ان شاء الله، بس باقي لي اطلع هذا كله الى فوق ونكون وصلنا هناك النقطه. شوفونها، انا ركبتي توجعني من زمان، جايتني اصابه من ايام كيرغستان، نطيت كذا غلط عليها بالشنطه، شنطه ثقيله كان 15 كيلو 20 كيلو، ولعلها طقت ما ادري ايش صار الزبده، فركبتي توجعني. مع ذلك سبحان الله الجسم كل ما تدفه يعطيه، كل ما تدفه يعطيه، فلا تخلي اشياء مثل هذه عائق بسيط يوقفك. خلصنا والحين رايحين للنقطة الثانية، نبي نحاول نلحق، الوقت مرة ضيق ولكن يمدينا ان شاء الله. وصلنا للمكان. هذا المكان اسمه تيلي تابيز. ايه ايه تيلي تابيز، عرفتهم اخويانا ذولي اللي دينكي وينكي دبسي بو ما ادري وش، ومعاهم مكس حقتهم خاص ذي، هم والله. هذا المكان ترى اسمه تيلي تابيز. يا اخي اتوقع ان نوسة بنيدة فيها كذا جبال، والله شيء غريب يا اخي. يجي ببالك نوسة بنيدة كلها عن شواطئ وما شواطئ، فيها الجبال هذه. اذا ما وصلت فيك المرحلة انك انت تنشر سروالك على الدباب عشان ينشف، اعرف انك انت ما استمتعت في رحلتك. لازم رحلتك تكون مليئة بالمصاعب ومليئة بالاشياء الهبلة مثل هذه. مو حلو الرحلة تكون مرة منظمة، حلو التخبيص. يا فضيحتنا، سروال طاح. اي اسمع، تخيل اطلع ترند في تويتر، عثرة على سروال سائح. والله يا فضيحة، والله يا فضيحتي والله. لا لا خلنا نروح نرجع ندور ذا، بعدين وين راح؟ من هنا بدينا وهنا ننتهي. يعطيكم الصحة والعافية على المتابعة، أتمنى والله من كل قلبي إن المقطع عجبكم ونال رضاكم. المقطع كان سريع، ما كان عندي وقت لأنه فعليا يومين وأسابق بسرعة بأصور لكم اللي أقدر عليه، وبنفس الوقت نحن نستكشف وننبسط. لا تحرموني من اللايك والاشتراك، إذا أنت مشترك حياك وانضم لنا عشان نلف العالم بإذن الله. ودي أطلبكم كذا طلب صغير، إن شاء الله إني ما أكلف عليكم. أتمنى والله من كل قلبي إذا أنت فعلا شفت محتواي مناسب، محتواي حلو، الترحال واستكشاف الدنيا، يا ليت تشارك قناتي لأي أحد أنت تعرفه. صدقوني أنت وياها والله العظيم تفيدوني كثير. ولا تنسون دائما كن على ثقة بنفسك وحلمك. نشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي، في أمان الله.